سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. لآخر زمان جورا الشرطة يكذب أما نبياني أرون لجير ساي توربوني خوايا أرون كيوارا دينوا لجير ساي رخوقيني خوايا دينوا بما بوشونا كاني خوايا. قوم معهم سياط كأذناب البقر، شيئا كان يضربون بها الناس خمسيان بيه وكو كل شي مانغا إيشان بزوية خلق سركد كان هر كسي آوها بخوابنا من بآوها هر شي قورا شاوريكا إن طالت بك مدة في أنصان بيش لها ولاني فرمو أقر خدا تمن الدريش بكات دبيني أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر كدينا ونقر رقي إخوان لعنتي إخواشي عند السر بوشنك أو أزاري خلق دن بناها ليأتين أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن شرطيا ولا جابيا ولا خازنا ولا عريفا. جورا كاربدا سيشي بو جورا دبن كا نيجا كان كاتا كان يان دعا خان ساعات دو ساعات دعا خان جا بانك بدري وي لزماني حجا جواب خطبية ما الله بلي نيجي نورو تا عصر كلاو تيان بانك عصر بابا بيبر الرو خل نيجي نورو ما نشنا نكردو أأمانة بخوابنا ما بهر كسا وكاري أأوانة بيت أو براسي تاواني هي شريكة إلا مقر ولات بيوسي بشرطي باب زانين همو ولاتي بيوسي ببوليس شكا براسي همو أولياء الله نين لهمو شنكا دزو جردو بياو خراب هر أبيت كيس من بشرطيك كي أمنو أماني شارك باريزيت روحو جيانو مالي هاولاتيان بباريزيت دزگاه کانی ولاد بپارزه. اما نه همی پیوسته. چون اگر ما نبی ولاد خوب باشه دولت داری شو نکری. ولی ما بس من لواک کسانی که آواها دائما لتعذیب و لآزار و اشکنجوس داپلوساندنی خلقو خلقی به دفاع و خلقی هاولاتی بتوانن. آجور کسانو هرشانیان برانبر دکریت و الله علیه.